مهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية. بشمهندس خالد مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك بشمهندس خالد. طيب خلينا نفكر الناس بقصة ماسبيرو وناس خدت فين وناس اختارت ايه والناس اللي عايزة ترجع في الأماكن اللي احنا بنزعها دي اللي احنا لما بنعدي عليها بنشوفها الأبراج اللي واضحة لدى الجميع دول هيستلموا امتى؟ اتفضل بشمهندس خالد. زي ما حضرتك قلت كده ان قصه ماسبيرو كانت تبدا من حوالي 30 40 سنه كده، يعني الدوله بتحاول تحل المشكله، ربنا يسر لنا في الفتره اللي فاتت دي احنا حليناها. بس حليناها ليه؟ زي ما حضرتك قلت لما قعدنا مع الناس وعملنا بدايل، البدايل دي مش احنا اللي افترضناها على فكره، ده البدايل دي احنا سمعناها من الناس، قعدنا معاهم ايه رايكم؟ عايزين نطور المنطقه. انتوا عايزين ايه؟ واحد قال انا عايز تعويض مادي بس مناسب. بالظبط. كلمه مناسب دي مهمه جدا جدا، لان مش اي تعويض مادي، مش هديله رقم يصرفه في شهر في شهرين وخلاص كده ضيع حياته. واحد تاني يقول انا عايز انت عندكم مشروع في الاسمرات ما تديني شقه في الاسمرات. واحد ثالث قال انا عايز اقعد ارجع تاني للمنطقه، او ثلاث حالات يعني عايزين نرجع للمنطقه بس بثلاث اشكال مختلفه. واحد قال انا عايز بايجار، واحد قال عايز بايجار تمليك على مسافه طويله يعني ادفع قسط، واحد قال عايز على قسط سريع. بثلاث حالات للبقاء في المنطقه. نعم. طيب احنا الارقام كانت بتقول ايه؟ عندنا 4537 اسره، دول اللي هم اجمالي اسر ماسبيرو، سكان ماسبيرو. اجمالي اسر ماسبيرو 4537 اسره. تمام كده سمعت الرقم، اتفضل. كل واحد في دول اختار اختيار يتناسب مع ظروفه. وظروفه والاختيارات ما كانش فيها اختيار، لذلك الموضوع كان محير ليهم قوي، لان كل اختيارات مناسبه جدا. كان في ميزه. ودي ميزه بالنسبه لي، فكل واحد بيقول لك ايه انا لا انا هعيش في المنطقه دي حياتي فيها وعايز اكمل فيها ومن حياتي قريب من المنطقه هرجع عايز ارجع تاني. واحد قال لك لا انا رحت عند مشروع الاسمرات بقى اقرب لي واحسن لي وشقه جديده ومفروشه وكله. اديني تعويض مادي انا عندي البدائل الاخرى. ايوه. وبرضه فلوس الشقه بالاسكان الاجتماعي، انا لو عندي اوضتين وصاله كان واخد 200000 جنيه والشقه كانت ب 174000 جنيه في الاسكان الاجتماعي ساعتها، انا لو اشتراها كاش، انا بشتريها كاش بشتريها بالقسط يعني. طبعا بنتكلم على اسعار، على اسعار ساعتها. ساعتها انا كان مع اسعار ساعتها احنا المدرسه ساعتها ازاي اصلا الانسان اللي طالب منه حياه كريهه ان هو ازاي يزحش على التعويض يعيش بيه يبدا حياه رائعه بالنسبه له، افضل من اللي كان عايشها بكتير وافضل من غيره، فكل الحاجات كانت محتاجات. نعم. فعندنا 10% اختفوا.